العالم الإسلامي. واللطيف هذه الحروب سابقا كانت شيعية سنية، الآن شو صايرة مولانا؟ شنو صايرة؟ الآن الأصل العام شيعية سنية، بعد لا داخل السنة سنية سنية، ولا الآن هؤلاء اللي دا يقتلون في العراق وفي اليمن أو في ليبيا وكذا، وإلا من دا يقتلون؟ دا يقتلون مسلمين، والسني يقتل ماذا؟ يقتل السني. وكذلك الآن على بعض الفضائيات بادية شنو عندنا؟ الفضائيات الشيعية، إيجاد حالة من النفرة الشيعية الشيعية، أنه هذا شيعي موالي وهذا شيعي شنو؟ مو موالي، هذا الشيعي متأثر بالسنة وهذا مو متأثر. إلى الآن ما بدأت المعارك، ولكنه إذا استمر هذا الوضع وعلماء الدين والمرجعيات الدينية والمؤسسات الدينية إن لم تقم بمهمتها وبمسؤولياتها، اطمئنوا سنصل لذلك اليوم شيعي يقتل شيعيا قربة إلى الله، كما الآن سني يقتل سنيا ماذا؟ يفجر نفسه بين السنة ليتقرب إلى ماذا؟ إلى الله. التفتول يا أعزائي، المعركة هواية أكبر مما نتصور.